ما هي الغزوة التي جرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وكسرت رباعيته؟ هل هي غزوة بدر، غزوة حنين، غزوة أحد؟ أحد. أحد صح عليك. أحد أحد صح علي. هذه أشياء جديدة. يلا بمشي. جبل أحد نشوف جبل إجابتك. جبل أحد، غزوة أحد. غزوة أحد عفوا، في جبل أحد. بدا يهنك يا شباب. ترى بقول ايش سويت قبل شوي. بقول ايش سويت قبل شوي. لا نشوف صحة الإجابة. صح. مبروك مبروك. الله يعطيك العافية. اكتب الدور الأول. اكتب الدور الأول. والله سجل اسمه بس. والله ما نبي. إيه بمناسبة اكتمال الدور الأول. الدور الأول أصرح من هذا المكان. نعم. خلينا نشوف بيوت العيال. ورونا مبنى محمد. ما بغيت والله. أقدر أخذ من اسمنت اللي فوق. تقدر اللي تبغى. أنت فايز العمر حبيبي. الله يخليك. فايز العمر. تاخذ منه. نعم. يا سلام. إن شاء الله. نقولكم نعم من بعيد عن بعد. إيه صح. اسمع اسمع. قدها. لوني بقدها ما خذيت. شفتني طيب حاولت اساعدك في الجواب. حبيبي انا اخذ فوق فوق يا اخي. انا والله ما احب اخذ من احد. لا بس والله العظيم انا مخطئ والله. خليه ادور عليك والله. صدقني ما جيت. كيف يعرفني؟ يعرفني ابيعها بريال. اما تخبوط انا شف خلاص. يقول من باعنا برخص بعناه ببلاش. بعني وابيعك. ايوه يعني خلاص والله نواك. اسمع ابني وعد. انا جيب السؤال يا مدير. كل العيال ترى كذا صدقني ما يقدر. لكن اسمع اسمع اسمع. فايز العمر ترى قبل البث كان في نقاش بيني وبين حسن وفايز محمد. وبدينا فايز برجع الحين لحسن. اسمع اسمع حلو. صدقني لا لا لا, لا ما صار نقاش. لا تموع الجمهور ولا شيء. ما صار نقاش ولا شيء. لا لا لا, لا والله العظيم قال اتحداك تاخذ. اسمع انا بعطيك. لا والله ما قلت تموع الجمهور. تدري لو جهت تبي تتحيز كيف بس تموع. انا اقول اتحداك. ايه اصلا نقانا جا قد نقاش ابن شخبوط. اي جاي متاخر بس دام بس ما قال ابن شخبوط. شوف باخذ منك اليوم. قلت ابن شخبوط تبونها كذا. انا كنت ابي اسوي سالم. ما خليته نفسه يسوي. خذ يا رجال ونقصك نقصك بزيدك. بيض الله هذه مسابقة برجع لك وبرجع احيانا الاشخاص يتكلمون وما لهم علاقه. ما يقدر يرجع لك. تدري ليش؟ تدري ليش ما يقدر يرجع لك؟ تدري ليش؟ علمك ليش؟ لانك انت معك حديد زين وهو عنده حديد. فلو جاء اتصال ما راح يقدر ياخذ منك. انبسط يعني بس يستفيد للدور الثاني. الدور اللي بعد الدور الثاني. الدور الثاني يقدر. وقف وقف من قام. خلينا نشوف مبنى الحين. نشوف مبنى محمد اللي يكتمل ونصفق خويا. لا ما قربتك. يلا صفق فايز. صفق شباب. يلا صفق محمد. الله يستاهل. يلا خلاص. يا اخي وقف دقيقه خالد. انا ودي صفق كذا. ارفع. ما زلت في الصداره. ما زلت. انت متصدر ما فيها شيء بس انا حبيت اخذ منك.